وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من دولة الكويت الشقيقة الأستاذة مها برجس سلمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتية. بداية نرحب بك أستاذة، وهل لك أن تصفين لنا دور دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالعمل الإنساني وأيضا تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية؟ مساكم الله بالخير أولا، ومشكورين على هذه الاستضافة. شكرا للتلفزيون البحرين الشقيق على هذه الاستضافة. في البداية أود أن أتقدم بخالص التهنئة والتبريكات لقادة مجلس التعاون بمناسبة الذكرى 42 لتأسيسه، الذي نجح في تعزيز مكانة دول هذا المجلس في مكانته الإقليمية والدولية من خلال العمل المشترك بين دوله. بالنسبة للعمل الإنساني بالنسبة لدول الخليج، تقديم الإغاثة الإنسانية خارج حدودها ليس أمر جديد عليها، بل هو تاريخي. وأعتقد أن كانت القضية الفلسطينية من أبرز المساعدات اللي قدمها دول المجلس للشقاء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، أو كانت هذه أداة هادئة لسياستهم الخارجية سواء كانت داخل منطقة الشرق الأوسط أو خارجها. والمساعدات اللي تقدمها دول المجلس المباشرة عبر أذرعتها من الجمعيات الوطنية الخليجية أو غير المباشرة بالتبرع للبرامج الدولية، ركيزة أساسية في تطبيع الحياة وتخفيف المعاناة في الدول التي تعرض للكوارث الإنسانية والأزمات. نعم. ولعل أكبر مثال على ذلك ما حدث في الزلزال المدمر اللي تعرضت له تركيا وسوريا، حيث كانت توجيهات قادة المجلس بتخصيص مساعدات مالية وتسيير جسور جوية إغاثية لإيصال المساعدات بأسرع وقت ممكن لدعم شعوب هذه الدولتين، كان دليلا على إيمان قادة وشعوب المجلس بسمو رسالة العمل الإنساني والتضامن مع كافة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة. نعم. بالنسبة للمساعدات الإنسانية اللي تقدمها دول الخليج، هي ضاعفت قوتها الناعمة دوليا، حيث تعد دول مجلس التعاون من أكبر الدول العربية مساهمة في المساعدات لدول عديدة، خصوصا التي تواجه صراعات داخلية وأزمات إنسانية مختلفة. كذلك عملت دول مجلس التعاون لتكون شريكا أساسيا مع دول العالم الأخرى في عمليات الإغاثة وتقديم العون والمساندة للمحتاجين في كل أراضي العالم، انطلاقا من مبادئها العربية والإسلامية والإنسانية، فكانت دائما الحاضرة في كل المواقع التي شهدت نكبات وصراعات وحروب وكوارث طبيعية. ولا يقتصر عملها سواء في المساعدات من خلال الطوارئ، لكن قد تقوم بإقامة مشاريع تنموية طويلة المدى. انتشرت هذه المشاريع الخليجية سواء كانت في بناء المستشفيات أو المدارس ومراكز الإيواء، إلى جانب المشاريع لدعم الفئات الأقل حظا وتنمية في المجتمعات المحلية هناك. في المقابل لهذا، تعكف دول مجلس التعاون من خلال الأمانة العامة أو من خلال الجمعيات الوطنية، جمعيات الهلال والصليب الأحمر، بإعداد خطط مشتركة للعمل معا على مواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، خاصة أن احنا قاعدين نواجه أزمة التغير المناخي التي ممكن تعرض لها دول المنطقة التي تقوم بهذا العمل لتخفيف من الخسائر وتنقاذ الأرواح. نعم. إذن الأستاذة مها برجس سلمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتية، شكرا جزيلا لك.